السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يتسبب بإغلاق مطار هامبورغ بألمانيا بسبب محاولته الهروب ببنته لعمرها 4 سنوات خارج البلاد. وبحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام ألمانية أنه الرجل كان مسلح وأطلق طلقة أو رصاصة بالهواء قبل ما يدخل سيارة خاصة أو سيارته الخاصة مع بنته لعمرها 4 سنوات إلى المطار بهدف الخروج إلى تركيا. طبعا أيضا أشارت وسائل الإعلام أنه كان في هناك خلاف على حضانة هاي الطفلة، وأنه زوجة الرجل أبلغت الشرطة أنه هو عم يحاول الهروب بها خارج ألمانيا. طبعا المطار يعتبر من أكبر المطارات بألمانيا، وأدى إغلاقه إلى إلغاء مئات الرحلات وإخلاءه من آلاف المسافرين. وما زالت المفاوضات جارية ما بين الشرطة الألمانية وهذا الرجل لإطلاق سراح الطفلة، اللي حتى الآن هي بصحة جيدة بحسب وسائل الإعلام. طبعا ما تم ذكر جنسية هذا الرجل، هل هو تركي أم مواطن من جنسية أخرى.